تصور لها ليل ليل شو ما تم إنشاء بلد فلسطين في سنة 1960 أيام السلطة الحمد لله يعني ارتفع عنا حاجات كثيرة، مثلا كانوا منعيننا نفتح في الضفة، بنك فلسطين البنك الوحيد اللي كان ممنوع انه يفتح في الضفة فروع اي بنك اخر مسموح الا بنك فلسطين، وفتحنا في نابلس واقفلونا اياه الحكم العسكري هنا، وقعدنا فتحه بعد انسحابهم لما اجت السلطة. الان في عنا في نابلس في الضفة الغربية وفي عنا فرع قعدنا فتحه بعد اغلاقه مدة عام، وبعدين في عنا فرع في رام الله، في عنا فرع في أريحة، والبقية تأتي إن شاء الله. فهنفتح فروع فيما بعد، لأنه بنك فلسطين هو بنك الفلسطينيين في جميع الأنحاء، وعنا في قطاع غزة طبعا مغطي تقريبا كل القطاع، عنا أفرع في جباليا، في غزة الفرع الرئيسي فرع شارع عمر مختار، فرع في الرمال، ثم فرع دير البلح، وبعدين فرع في خان يونس المدينة الثانية في القطاع، ثم في فرع في رفح، ثم في مكاتب على المعابر في معبر رفح وفي معبر جسر ذنب الملك حسين. البنك فلسطين يعني منتشر الآن، طبعا توسعت كثيرا، توسعنا في العمل بعد انسحاب إسرائيل، لأن إسرائيل كانت تحاول دائما أنها تخنق بنك فلسطين، وهي تكره ابتداء من اسمه. فالحمد لله نحن الآن يعني في بنك فلسطين في ازدهار مستمر ومضاعف، وبعدين أكثر بنك له نشاط مع المواطنين هو بنك فلسطين، وهو أكثر بنك يعطي التسهيلات المصرفية للمواطنين، وطبعا بنك فلسطين بنك. تستثمرهم في الخارج، وهذا شيء مؤسف، وإحنا اعترضنا على ذلك ونوهنا عنه. في صار حوالي مليار دولار أخذت من أيدي من بين أيدي محتاجيها في قطاع غزة والضفة. بيقولوا يعني القرش اللي بيلزم بيتك يحرم على الجامع، ما يصيرش يروح ولا لاي بلد سواء عربي او غير عربي، ما دام احنا محتاجين، فاحنا محتاجين كل دولار وكل دينار للعمل، فالمال هو اعصب الاعمال. الحاج هاشم كثير من الناس استطربوا إلى الفائدة المرتفعة، ف
قالوا وكفى المؤمنين القتال، بدل ما يعملوا مشاريع بياخذوا الفائده بدون تعب. اسهل بزمان. فكثرت عندنا الواقع الايدي العامله البطاله، بطاله يعني تقدر باكثر من 65%. في كثير عندنا من الورش اقفلوا، اصحاب منابر، اصحاب ورش اخرى مختلفه. مش كما يجب إطلاقا، وإحنا في حاجة يعني إلى الكثير. أولا يعني عندنا الحمضيات هي أهم مورد، فمع الأسف دولنا العربية ما بتساعد في هذا المضمار، وهذه بيلزمها اهتمام كبير، لأنه إحنا كان يدخل عنا كنا ننتج قبل 20 عام 250,000 طن. ال 250,000 طن كان في عندنا شجر لسه لا يزال صغير السن، كان ممكن انه يتضاعف او على الاقل يكون 400,000 طن. فهذا تضاءل عام بعد عام الى ان صار 77,000 طن فقط في السنة الماضية. الحمضيات مش بس بتدخل اموال، ممكن انه دولنا العربيه المستورده للحمضيات مثل دول الخليج هذه مستورده، ممكن انها تاخذه بسهوله وتعمل لاخوانهم امتياز بريفليج لهم لحمضياتهم، وبينفع اخوك باللي ما بضرك بقول المثل. طيب هذول كان ممكن ياخذوهم، يعني شاه ايران مثلا كان معادي لسياسة العرب، لكن الواقع انه افاد قطاع غزة وبيترحموا عليه الناس هنا، لانه كان قبل نزوله عن العرش بخمس سنين كانت 5 سنوات ذهبية، منع استيراد الحمضيات من اي مكان حتى ينتهي موسم الموسم في قطاع غزة، وصل سعر الطن فوق CIF لإيران 550 دولار. لما نرفع الـ50 دولار خليها للفريت للشحن 500 دولار الطن الواحد، كانت نعمة أنقذ قطاع غزة وحمضيات قطاع غزة 5 سنين. طيب دولنا العربية أجدر منه في هذا، ياخذوه، احنا مش عايزين منهم صدقه، احنا عايزين منهم تعاون، ياخذوا حمضياتنا بالسعر المعقول. والحمضيات بالذات هذه ما فيش اي مشروع اخر ممكن انه يشغل عشرات الالاف من الايدي العامله سوى. عندنا سوق ممتازة تستوعب أكثر وأضعاف إنتاجنا اللي هي دول الخليج والسعودية، لكن هذه بتجيها الحمضيات حتى من جنوب أفريقيا، بتجيها حمضيات من قبرص. أهم المشاكل وضع الاقتصاد السيء والبطالة، لأنه هذه اللي بدها تعمل الاستقرار، هذه المهم، الحياة اليومية هذه أهم من كل هذا.